ايه ده لولي؟ عائلة عمر عندهم ايه لولي؟ عندهم بسكوت. عندهم ايه ده؟ ده جبنة حادقة ودي نوتيلا. يا نهار ابيض، هي جنة متوسخة كده ليه؟ عندهم بومبا هنا. لا يا لولي، دي متوسخة علشان وقعت في الشوكولاتة. المفروض نجيب البانيو ونحميها، انا متقرفة منها. وايه الحقن دي يا عمر؟ عندهم حقنتين. ده الجنة. عندهم حقنتين يا عمر؟ الاتنين لجنة ولا لرؤى؟ هنعرف، هنسألها دلوقتي. فين حقنتك اللي بتاخدي بيها الدواء يا جنة وانت متوسخة كده؟ بتقول انا باخد بالايه؟ بالصفرة؟ ضيع. طب بصي، في حقنة تانية اهي، لونها ايه دي؟ بصي تعالي نحميها. بس البانيو ده ما فيهوش مية، في كاتشب. احنا بقى عايزين نحطها هنا ونروح نجيب لها ايه؟ شوية مية كده عشان نحميها، عشان متوسخة جدا وانا قرفانة منها يا لولي. المية هتيجي. اه فعلا. اصحى يا عمر، اصحى اصحى. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ اتنين عمر؟ اتنين عمر؟ ازيك يا صاحبي؟ عامل ايه يا صاحبي؟ الحمد لله يا صاحبي. هو مين فيكوا عمر الاصلي ومين فيكوا عمر المزيف؟ ده عمر الاصلي وده عمر المزيف. ده عمر الاصلي وده عمر المزيف؟ طب نجيب عبير، هي اللي تعرف ان هو اصلي. انهي واحد اصلي يا عبير؟ الاثنين الاثنين مش بتعبر، بتقول الاثنين مش اصليين. الحقي شوفي ايه اللي راح عند جنة في البانيو يا ماما. ايه دي يا لولي؟ خنفساء. في الزبالة. ارمي الخنفساء دي في الزبالة يا لولي، وعايزين نجيب لها مية علشان نحميها يا لولي. ايه رأيك لو حميناها بالكاتشب؟ هو ينفع حد يستحمى بالكاتشب؟ لا مفيش. ما ينفعش. مفيش حاجة اسمها كده. مفيش حاجة اسمها كده ليه؟ لازم الانسان يستحمى بالمية بس؟ لا. انا مبسوطة منك يا لولي علشان طلعتي ذكية، وعلشان كده يا لولي هعمل لك لايك كبير العالم دهب، عشان انتي بتحبيها كتير صح؟ يلا باي يا اصحابي، اعملوا لايك العالم دهب. وجوجو عمل لسه ضربني.